السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من قناتي. كما راكم تشوفوا اليوم جيتكم بوصفة خفيفة ظريفة، هي وصفة تاع جو طبيعي. هذا الجو واش فيه؟ فيه حبة تاع بنان، عصير زوج حبات تاع برتقال، 3 حبات تمر، ومغرف كبير تاع سلحر، ومغرف كبير تاع شوفان، ومغرف تاع سكر بني. يعني كلش مكونات طبيعية. هنا راني نعصر في هذوك الحبات تاع التينه تاعي. اللي ما عندهاش تينه تعوضها بالقارص، يعني نفس الشيء. هكذا نكمل نعصر الحبه الاخيره ونتحصل على عصير البرتقال تاعي. في جهه نروح نجيب طاس نحط فيه هذاك العصير تاع البرتقال، ونزيد عليه الحبه تاع البنان. نقطعها قطع صغيرة باش تجيني سهلة باش نرحيها. كما راكم تشوفوا، وهنايا نحليوها غير بالعسل الحر والسكر البني، يعني مع دوك الحبيبات تاع التمر كل شيء راهو طبيعي. هنايا راني نضيف العسل الحر، درت الحبيبات تاع التمر ودرت الشوفان، دوك نزيد غير مغرف تاع سكر بني. هنايا الحلاوه ترجع ليكم، انا ما كترتش لانه التمر حلو والعسل حر يفي بالغرض. هكذا دوك نزيد لها الماء ونرحيها. الماء عينك ميزانك، كي تبداي ترحي وتشوفي القوام تاعو، اللي يحبو تقيل يخليها كاك تقيل، واللي يحبو خفيف راح يزيدو شويه الماء ولا شويه حليب. الحليب تاني راح يعطيكم تاني ذوق مليح. هنا راني نكمل نرحي فيهم. هذا هو القوام اللي حبيته. نجيب هنايا هاد القرع باش نحط فيهم العصير تاعي ونقدمهم للعائلة. نتمنى الفيديو تاعي تاع اليوم عجبكم وتجربوا الوصفة. الى اللقاء في حلقة قادمة.